السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله نتكلم على الأرتيريال بلاد جاز. دي من ضمن الـ الأساسيات للأسسمنت اللي أنا بعمل منها فولو أب لشغلي. مهم جدا إن أنا أعرف يعني إيه بلاد جازز، إيه الكومبوننت بتاعتها، إيه الفايدة اللي أنا هستفيدها منها. ببساطة إن أنا شغلي كله كارديو بالمونري، فانا بشتغل على الاوكسجين سبورت وبشتغل على الاوكسجين ترانسبورت سيستم، بحسن الاكسجينيشن والفنتيليشن بتاع العيان، بحسن الريسبيراتوري فانكشن البلمونري فانكشن كلها. فبالتالي محتاج اعرف هعمل فولو اب لشغلي ازاي او هشوف ده ازاي على العيان. فبلاك جاز دي من ضمن الحاجات المهمه جدا اللي انا بشتغل عليها. هنعرف ايه البيربس اوف بلاك جاز ارتيريا. احنا بنشتغل في الارتيريا بلاك جاز، في فينوس بلاك جاز، في فينوس بلاك جاز. هنعرف ايه اهميتها في اخر حاجه في السيشن، ايه الاوبجكتيفز، بعض الديفينيشن للترمينولوجي المهمه، وايه الكومبوننت بتاع بلاك جاز، ويعني ايه اسيد بيز بالانس، يعني ايه اسيد بيز ديس اوردر، وايه الستيبس اوف بلاك جاز انتربريتيشن، وحاجه اسمها كومبنسيشن هنعرفها دلوقتي. طبعا المعلومات دي المعلومات الاساسيه لها تفاصيل كتير، فانا بحاول اخفف شويه المعلومات على قد ما تقدر، على قد ما اقدر اديك الحاجات المهمه لكن لها تفاصيل كتير. تمام. ايه البيربس اوف بلاك جاز اناليسيس؟ ان انا باسس الاكسجينيشن كاباسيتي اوف ذا لانج فور دايجنوستيك ريزون، ان انا بشوف هل اللانج شغاله ولا مش شغاله، في هايبوكسيميا باي صوره من الصور، الهايبوكسيميا وبعد كده، او في هايبر كابنيا، سي او 2 عالي، الاكسجين نورمال ولا قليل. ده كله بيعني لي ان في مشكله في اللنج، او في مشكله في الريسبيريشن، او في الريسبيراتوري سيستم، او كارديو بالمونري سيستم عموما. تو اسيس اوكسجين بريشر، تو اسيس ريسبيراتوري ادكوسي، تو اسيس اسيد بيز ستيتس. العيان ده او البلاد ده اسيدك، في مشكله اسيد، الاسيديتي بتاعته عاليه ولا هو الكلاين. طبعا لو هو اوت اوف نورمال، يا اما اسيدك يا اما الكلاين، فمعنى كده ان في مشكله عند العيان. ثانيا، ايه ريليشن بيني وبين الموضوع ده، لان انا بشتغل على الريسبيراتوري سيستم مينلي والسيركولاتوري سيستم او كاردو بالمونري عموما، فبشتغل بحسن البلاد فلو، بحسن الاكسجينيشن بتاع العيان، بحسن الفنتيليشن بتاعه. فبالتالي لازم اشوف ده في الاستيب اللي بعدها، العيان كان كام وبقى كام، وامتى اشوف الاسسمنت دي بالظبط. طيب، في الاسسمنت دي ممكن اشوفها من مونيتور زي ما احنا شفنا في السيشن اللي فاتت، الاوكسجين ساتوريشن. دي اس ابسط حاجه ممكن نشوفها اثناء السيشن بتاعت العيان، اشوف الاوكسجين ساتوريشن على المونيتور وهو شغال. لكن بلاك جاز كومبليت بروفايل، لازم يتعمل سامبل من الارتري ويتعمل ويروح المعمل ويرجع بالتحاليل او بالارقام المظبوطه. الاوبجكتيف تو ديسكرايب السولوجي اوف اسيد بيز بالانس، بيحصل ازاي بالظبط البالانس بتاع الاسيديتي والالكاليتي بتاعت البلط. ايه البي او 2 والبي اي او 2 والبي اي سي او 2، البارشر ارتير اوكسجين بريشر والبارشر ارتير كاربودكسيد بريشر، ايه العلاقه بينها وبين الاسيديتي او الحموضه الدم. طيب، هنعرف يعني ايه ريسبيراتوري اسيدوزيس والكالوزيس، ميتابوليك اسيدوزيس والكالوزيس، ايه بتحصل في بعض الكيسز، كمان ايه الحاجات الاوت اوف نورمال، اوت اوف رينج للارقام بتاعه النورمال رينج بتاع البلاك جاز عموما. هنعرف منها الارقام دي لو خرجت عن النورمال، سواء عاليه قوي او قليله قوي، هنعرف هتبقى ريسبيراتوري ولا ميتابوليك اسيدوز ولا الكالوز ازاي، ونعرف للسب ازاي اخد ايه الخطوات اللي اعرف منها الستيتس بتاع العيان دون ميتابوليك ريسبيراتوري اسيدوز والكالوز. طيب، بعض الترمينولوجي يعني ايه بلاك جاز، عباره عن تيست بعمله، بشوف باخده من الارتير لاين، بشوف الاوكسين والكربوكسيد بريشر والاوكسين ساتوريشن والبي اتش بتاع العيان. ده كله بناخده من الارتري، بيعمل سامبلنج، بياخده من الارتري بتاع العيان. طبعا ده بيبقى عايز سكيل، بيبقى غالبا الطبيب هو اللي بياخد
السامبل دي او تمريض بس بيبقى حد قديم ويقدر يعمل ده، لان الارتري عشان احط فيه سرنجه واخد منه سامبل ده اولا عايز ديتكشن كويس قوي للمكان الارتري، وثانيا ان انا لما اخد السامبل دون بيبقى بينفل جدا للعيان، فمش محتاج ان انا افضل كل شويه اشكشكه. يعني ايه اسيدوزس؟ الاسيدتي بتاعت البلاد عاليه، يعني حموضه الدم عاليه. هنعرف هنشوفها ازاي، ان انا بحسب الهيدروجين ايون بتاع البلاد عن طريق حاجه اسمها البي اتش. هنعرف تعريفها دلوقتي ونعرفها بالتفصيل. الكالوزس ان البي اتش او الهيدروجين، سوري، ان الاسيدوزس الهيدروجين ايون العالي لكن مش البي اتش عالي، يعني في فرق بين الهيدروجين ايون كونسنتريشن والبي اتش نفسها، تمام؟ وهنعرفه دلوقتي. الالكالوزس الهيدروجين ايون قليل، البي اتش ماهاش قليل عاليه، هنعرف ايه العلاقه بينهم دلوقتي. السي او بي دي كرونيك اوبستراكتيف بلمونري ديزيز، اللي هي مجموعه امراض كرونيك بيحصل فيها كرونيك انفلاميشن اوف اير واي، بيقعد يعني بيقعد العيان فيها على الاقل، لازم عشان يبقى كرونيك لازم يقعد فتره طويله بالانفلاميشن ده. الانفلاميشن ده يا اما يبقى كرونيك برونكايتس لمده 3 اشهر لمده سنتين متتاليتين، او انفيزيما او ازمه انفيزيما، ان في اير السمولر اير واي او التيرمينال اير واي هي اللي فيها ديستراكشن. البرونكايتس او كرونيك برونكايتس بتبقى في الابر اير واي اللي في الجزء العلوي، البرونكاي البرونكيولز اللي بعدها، لكن البرونكيول الصغننه قوي اللي تحت دي بيحصل فيها انفيزيما مع الالفيولاي، بيحصل فيها ديستراكشن في الوول بتاعها ويحصل انفيزيما، وده كرونيك وده كرونيك. الازمه المشكله عندي هنا في السموث مصر، وان العين عنده اليرجي لاي سبب. الالرجي دي يا اما حاجه منذ الولاده في الصغر، او حاجه حصلت نتيجه البليوشن او السموكينج او اي سبب خارجي. يبقى دول الثلاث انواع او ثلاث اسماء للكرونيك اوبستراكتيف بلمونري ديزيز، ان هم كلهم كرونيك انفلاميشن. جزء بيبقى واخد الابر تراكت اللي هو البرونكاي الاساسيه، بيحصل فيه كرونيك برونكايتس. كرونيك برونكايتس بالبلدي هو ده التهاب في الشعب. وممكن يحصل تاني نوع الانفيزيما اللي هو في التيرمينال اير واي، لما اللنج بتتفرع وتعمل برونكيول صغننه قوي والفيولاي حواليها اللي هي النفافيخ الصغننه دي بيحصل فيها ديستراكشن الوول بتاعها والاسيستي بتاعتها بتبوظ وتعمل انفيزيما. طيب الابر اير واي والبرونكاي الاولانيه خالص والمين برونكس اللي في العيان جواها في الجدار بتاعها في سموث مصر، لما بيحصل لها اريتيشن بتعمل سباز وتقفل ويحصل لها الازمه. دي الثلاث انواع من السي او بي دي الاساسيين. يعني ايه هايبر فنتليشن؟ ان العيان بياخد كميه هواء بزياده، الاماونت اوف اير بتخش بسرعه وكتير لدرجه ان هي بتعمل ووشنج للسي او 2 السي او 2، فبالتالي بيحصل الكالوز. فدي حاجه مش حلوه ان يخش كميه كبيره جدا وبسرعه تعمل ووشنج للسي او 2. وانا محتاج السي او 2؟ محتاجه بنورمال رينج، وهنشوفه دلوقتي ببريشر معين في الارتري وفي الفين كمان. ليه؟ لان هو ده الاستيمولس للريسبيراتوري سنتر الموجوده في المضله عشان تقول للنج اشتغلي عالي او واطي او تزود وتقلل. فانا لو مش موجود سي او 2 عندي كويس، هيحصل ابنيه والعيان مش هيحصل له اي ستيمولس للريسبونس سنتر، وبالتالي العين يحصل له هايبوفنتيليشن بعد كده. طيب هايبوفنتيليشن الاماونت اوف اير قليله جدا، مفيش هواء داخل اساسا، نتيجه بقى برونكوسباز، نتيجه سكريشن، نتيجه العيان عنده برونكايتس، عنده اي سبب من الاسباب يخلي الهواء اللي داخل قليل قوي. هايبوكسيميا الاوكسجين ساتوريشن اللي موجود في البلط قليل جدا، تمام؟ ليس ذان نورمال. الهايبوكسيميا هنا الاكسجين في البلط قليل، لما الاكسجين البلط ده يوصل البرفيوجن او البلط ده يوصل للتيشو والتيشو نفسها يحصل لها ان الاكسجين اللي وصل لها ده قليل جدا بنسميها هايبوكسيا. يبقى الهايبوكسيميا بتحصل الاول في الدم وبعد كده في البلط.
في سوري في البلاد، وبعد كده يوصل الهايبوكسيميا دي، الهايبوكسيميا دي توصل للتيشو، والتيشو تبدا تعاني من يحصل لها اعراض نتيجه نقص الاكسجين اللي وصل لها ونسميها هايبوكسيا. يبقى الهايبوكسيميا below normal oxygen content in arterial blood due to a deficient oxygenation of blood resulting in بعد كده بيحصل هايبوكسيا. هايبوكسيا ان الاكسجين سبلاي تو تيشو از بيلو فيزيولوجيكال ليفل، قليل جدا بالفيوجن، سواء بقى من البرفيوجن او البلاك كونتنت نفسها. ايتروجينيك يعني ايه ايتروجينيك؟ اي حاجه سببها او جاء سببها من ديفكت اوف ميديكال تريتمنت او انترفينشن، يعني حصل اي حاجه كتريتمنت للعيان، تريتمنت او انترفينشن، والعيان بدا يشتكي من مشاكل ثانيه، فده بنسميها ايتروجينيك. كاسمال ريسبيريشن ده نوع من انواع الريسبيريشن، ابنورمال بريذنج باتر. في انواع كتير جدا من الابنورمال بريذنج باتر، بس الكاسمال داون بيحصل نتيجه سترينيس اكسرسايز او ميتابوليك اسيدوزيس. بيحصل فيه الفنتيلاتوري بيحصل بيزيد والتايدر فوليوم بيزيد، بس مفيش اكسبيراتوري بوز، يعني الانسبيريشن عمال يزيد بكميه كبيره جدا وسرعه عاليه ومش مستني، مش مدي اكسبيراتوري بوز. ليه؟ هستفيد ايه من الاكسبيراتوري بوز؟ ان يحصل اوكسجينيشن، ان الفنتيليتد اير اللي داخل اللنج ده اللنج تاخد منه الاكسجين وتطلع، يحصل الديفيوجن اللي انا محتاجه ده، فما بيحصلش، ما بيلحقش، فده اسمه كاسمال ريسبيريشن. هواء كتير داخل وبسرعه بلا فايده. اوكسجين ديليفري سيستم، ان الاوكسجين ديليفر اوكسجين كونسنتريشن اباف امبيانت اير تو ذا لنج ثرو ذا ابر اير وين، الهواء يخش من بره بالاكسجين بتاعه اللي هو 21% للنغ. اكسجينيشن ان الجسم سبلايد باي اوكسجين عن طريق البلد، عن طريق البرفيوجن اللي وصل. اوكسيهيموجلوبين الكومباينيشن او الساتوريشن بتاع الاكسجين او الكونكشن بتوين الاكسجين والهيموجلوبين، ونعرفه الاكسيهيموجلوبين ده بيحصل في او فين بالظبط. نيموثوركس ده ابنورمال جاز ترابينج او جاز اير انسايد بلوره، البلوره نفسها لما يخش فيها شويه هواء بنسميها نيوموثوركس. بتحصل امتى؟ لما يكون عنده تروماتيك، حصل اي كات او انجري للثراسك كول من بره الجل السكين، وبدا يخش هواء من الاتموسفير اتموسفيريك اير لللنج جوه للبلوره، او يحصل لو في باثولوجي في اللنج زي الانفيزيما والبريشر بتاع الهواء عالي، التراب اير اللي جوه في اللنج ده عالي، ويبدا يتحرك من اللنج للبلوره ويعمل نيوموثوركس. بالمونري امبوليزم، ان يحصل امبولوس او كلوت في البالمونري ارتر نتيجه ديسفانكشن في السيركوليشن، نتيجه العيان ده جاي من دي في تي، جاي من 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 عنده كاردياك بروبلم. بيحصل ايه وانا ايه علاقتي بيه؟ ان هو بيخش على البالمونري ارتر، يخش على اللنج ويعمل ريسبيراتوري ديسفانكشن. سيروتوكسيكوزيس، الثايرويد جلاند بتبقى شغلها عالي جدا او حاصل فيها هايبر اكتيفيتي، بيحصل فيها ايه؟ الميتابوليك ريت بيزيد والهارت ريت بيزيد، ويحصل تريمر ويحصل نيرفس سيمتوم، ويبدا العيان يلوز ويت. دي كانت بعض الترمينولوجي اللي ممكن نقابلها اثناء السيشن. بلاد جاز اسينشال فور دايجنوستيك اذ ا بارت اوف دايجنوستيك اند مانجمنت اوف بيشنت اكسجينيشن ستيت اند اسيد بيز بالانس. ليه الفيزيوثيرابي مهم له؟ لان انا المفروض ان انا بعمل بريذنج اكسرسايز، بعمل ريسبيراتوري اكسرسايز، بطلع سيكريشن، بحسن فنتيليشن، بحسن مسل ريسبيراتوري مسل وورك، بحسن بلاد فلو، فانا محتاج اعمل فولو اب. مفيش فولو اب للعيان اوبجكتيف ميجر كتير او يعني ظاهره قدامي، لازم ادور على حاجه اوبجكتيف اعمل بيها اسسمنت للشغل بتاعي. زي ايه؟ البلاك جاز لو العيان مش بيقدر يتحرك او يقدر يعمل نفس زي العيان في الاي سي يو، لو العيان يقدر يتحرك او يعمل ممكن نشوف حاجات تانية زي البالمونر فانكشن بتاعته، نشوف الساين والسيمتوم اللي عند العيان. طبعا لو هيقدر يرد عليا هيديني سيمتوم، او انا اشوف الساين بتاعته، لو وشه السكين كولر، نشوف الساينوزيس، نشوف كلابينج، الحاجات دي كلها بتبين الريسبيراتوري فانكشن او الريسبيراتوري اكزامينشن بتاعته مظبوطه او فيها تحسن ولا لا. يعني ايه الكومبوننت اوف ارتيريال بلاك جاز؟ بنشوف البي اتش اللي هي الميجرمنت اوف اسيد الكاليتي.
البي اتش معناها ببساطه نيجاتيف لوغاريتم اوف هيدروجين اين كونسنتريشن ان بلود. ازاي يعني؟ الرقم بتاع البي اتش ده بالماينس، يعني كل ما زاد البي اتش كل ما زاد اقل الاسيديتي يبقى الكلاين. يعني البي اتش لو زاد يبقى الكلاين، لو البي اتش قل يبقى اسيديك. طيب هما ليه اختاروا الاتش ايون بالذات؟ لان انا البادي فلويد او الووتر كونتنت اوف ذا بادي تقريبا 70% اوف بادي كونتنت اوف اول بادي، كل تقريبا 70% من جسمنا ووتر H2O. فانا عندي 2 هيدروجن، هتلاقي الهيدروجين كونسنتريشن ده اكتر عنصر موجود في جسمنا. فمعنى كده ان هو وجوده هو دي الفيتاليتي بتاعت جسمنا. فبالتالي هم اختاروا الانديكيتور ده الهيدروجين، وبدا يعمل له فاليو او يعمل له ميجرمنت فاليو اندكس اللي هو البي اتش. بس اما جه عمل الرقم عمله بالماينس، يعني البي اتش ماينس وليست بوزيتيف. يعني ايه؟ البي اتش لما تزيد يبقى الهيدروجين ايون قل، لو قلت يبقى الهيدروجين ايون زاد. يعني البي اتش عاليه معنى كده ان الالكلاين مش اسيد، البي اتش قليله البلاد اسيد. النورمال بلاد بي اتش 7.35 ل 7.45، من 7.35 ل 7.45. طيب البي اتش لو زاد قوي لغايه 7.8 لا سوري غير 8، معنى كده ان العين ده تيرمينال، العين ده خلاص الالكالينيتي بتاعت البلاد بدات خلاص، العين ده بقى غالبا عنده ما فيش اي ميتابوليزم او ما فيش اي اورجان كنترول على او نيرفكس كنترول او كارديو كنترول، فبالتالي عنده غالبا يعني نير تو داي او قل قوي 6.8 بقى مور. ده اعلى رقم اسيدك ممكن يوصل له البلاد. بعد كده خلاص بيحصل عين غالبا بيموت، مش هيقدر اصلا جسم التيشو والاورجنز مش تقدر تستحمل الرقم ده 6.8 او 8 من 8 ل 6.8. فمعنى كده ان العين خلاص البادي اورجن والتيشو مش هتقدر تستحمل الارقام دي، فبيحصل فيلر على طول، فغالبا العين ده بيموت. البي اي اوتو بارشل ارتيريال اوكسجين برشر، ده البرشر بتاع الاكسجين اللي ديسولفد في البلازما. الاكسجين في جزء منه ديسولفد في البلازما وفي جزء منه نايم على الهيموجلوبين. النورمال بريشر ده من 80 ل 100 ملم مركري بتاع الاكسجين. طيب لو قل ممكن يقل، ممكن يقل عن كده لو عن هايبو فنتيليشن، العين عنده سكريشن كتير، عنده ريسبيراتوري ماسل ويكنس، حاجات اللي لها علاقه بشغلنا، وفي دياجنوست كتير زي ريسبيراتوري فيلير او غيره، يبقى قليل جدا. طب ممكن يزيد عن 100؟ ممكن يزيد عن 100 لان ده بريشر بيزيد كلما زاد كميه الاكسجين اللي ديسولفد في البلازما. ازاي؟ ببساطه هنعرف، هنشوف رقم بعد كده البي اف او الفنتيليشن في كيو ماتشنج، اللي هو الفنتيليشن برفيوجن ماتشنج، ان كلما زاد كميه الاكسجين او نسبه الاكسجين اللي داخله للعيان كلما هيزيد البريشر اللي جوه اللي احنا بنشوفه. لان ده بيحصل امتى؟ بيحصل لما العيان ياخد نسبه اكسجين زياده عن طريق الماسكات او الفنتيليتور. انا باخد المفروض 80 ل 100 دي، معناه ان انا باخد 21% اكسجين في الهواء. لكن يزيد عن كده، يزيد عن كده لو انا خدت 40 30 60 100% اكسجين، فيوصل ده بنعمل دوبليكيشن للرقم ده. ثالث رقم الساتوريتد ارتيريال اكسجين، الاكسجين ساتوريشن. الاكسجين ساتوريشن اللي هي كميه او نسبه الاكسجين اللي موجوده على الهيموجلوبين، دي نسبه ثابته ما ينفعش تزيد، ممكن تقل. نورمال 75 95 ل 100%. الهيموجلوبين فيه هيم وفيه جلوبين، جلوبين ده البروتين والهيم ده الايرون. الهيم دون او الايرون موجود عليه 4 مولكيول، كل الهيموجلوبينيه موجود عليها 4 مولكيول اكسجين. فهتلاقي النسبه النورمال 95 ل 100%، ما ينفعش يزيد عن كده لان دي نسبه وتناسب بين الهيم والاكسجين المحمل عليه، ما ينفعش يزيد عن كده، لا ينفع يقل. اوكي يقل اقل من 90 اسمها هايبوكسيميا، وتاخد درجات بقى ان تبقى مودريت وسيفير ومايلد على حسب حاله العين. طيب البارشل ارتيريال كاربون دايوكسيد بريشر،
دي نسبة أو البريشر بتاع الكربون دكسيد اللي هو ديسولف في البلازما. أنا عندي نسبة ثاني أكسيد الكربون، نسبة أكسجين موجودة في البلازما. الأكسجين بيعمل بريشر النورمال بتاعه 80 ل 100 ملي متر مركري، والكربون دكسيد بيعمل بريشر من 35 ل 45. طب أنا محتاج سي أو 2 في الأرتري ليه؟ لأن أنا محتاجه دايما إن يكون نورمال، عشان هو اللي بيعمل ستيمولس للريسبيراتو سنتر الموجودة في المظلة. أنا محتاج إن السبوت سنتر تشتغل إزاي؟ عن طريق الكربون دكسيد الموجود في البلاط. طيب ثالث رقم حاجه اسمها HCOC او باي كربونيت. الباي كربونيت ده جه منين؟ النورمال بتاعه من 22 ل 26 ملي جرام بالليتر، ملي ايكويفالنت بالليتر، مش ملي جرام، ملي ايكويفالنت للسوليوشن نفسها. يعني كل ملي للسوليوشن دون الايكويفالنت بتاعه لكل لتر. فاحنا النورمال بتاع البايكربونات من 22 ل 26. طيب البايكربونات ده جاي منين يا جماعه؟ ابسط حاجه لسه قايلين ال H2O ده اكتر حاجه موجوده في جسمنا. طيب ال H2O هو موجود كده زي الفل، 70% من البادي كونتنت 70% منه ميه. طيب الميه دي اول ما بتلاقي السي او 2 بتتحد معاه تدينا H2CO3 بايكربونيك اسيد. تمام، البايكربونيك اسيد ده بيتحلل لبايكربونيت اللي هو HCO3 زائد HIN3. HIN3 دي اللي بتحدد لي البي اتش، وHCO3 ده اللي بيحدد لي البايكربونيت. طيب هو انا هستفيد ايه من الرقمين دول او من البروسيس دي؟ ان ال H2O اتحد مع CO2 ادانا H2CO3 بايكربونيك اسيد. البايكربونيك اسيد اتحلل لبايكربونيت H2HCO3 زائد هيدروجين ايون فري اللي هو بيحدد لي الاسيديتي والالكينتي بتاع البلد. تمام، ال HCO3 ده جيم، يعني CO3 CO2 ده جه منين؟ جه من الميتابوليزم. انا اي ميتابوليزم بتحصل في جسمي بيطلع منها ال ATP بعد ما بتحرق في وجود الاكسجين الموجود بيبدا يطلع منه CO2. CO2 ده بيظهر لي كويستس، يخرج منه جزء عن طريق اللنج وجزء عن طريق الرينا لما يتحد مع الميه ويديني HCO3. الباقي بيفضل في الدم 22 ل 26، الباقي بيخرج عن طريق الرينا. طيب ايه الانديكيتور بتاعه ان انا الميتابوليزم بتاعتي شغاله كويس ولا لا؟ لان لو هي شغاله كويس CO2 بيخرج، جزء منه بيخرج عن طريق CO2 بس، بيخرج عن طريق اللنج في الاكسبيريشن، وجزء منه بيتحد مع الميه ويخرج على شكل HCO3، جزء منه يقعد في الدم وجزء منه يخرج عن طريق الرينال. تمام، طب انا لو في حاجه من دول عاليه معنى كده ان في مشكله عندي في الريسبيراتوري او مشكله في الرينال. طيب ده بيعني ان انا عندي مشكله ميتابوليزم او ميتابوليك بروبلم، التشو بتخرج ده والجسم مش عارف يخرجه خالص بره عن طريق اللنج او عن طريق الرينال. يبقى كان عندي ميه H2O اتحدت مع CO2 اللي خارج من الميتابوليزم او من الويسس اللي انا امتشه بعد ما هي حصل، بعد ما حصل لها برفيوجن وكالت وحرقت الاكل اللي عند البروتين وكل الحاجات اللي موجوده بيحصل منها ويسس، يخرج منها CO2 يتحد مع الميه ويدينا H2CO3. يتحلل البايكربونيك اسيد لبايكربونيت H2HCO3 زائد CHIN free. HIN free هو ده اللي بيحدد لي اسيديتي والالكانيتي بتاعه الجسم. لو زاد قوي الاتش اي معنى كده السي او 2 عالي، فمعنى كده ان عندي البي اتش هتزيد وتعمل اسيدوزيس. لو قل قوي عن النورمال هي برضو نفس الكلام، هيعمل لي الكالوزيس ويعمل لي مشكله ويبدا يحصل اعراض ليها. طيب حاجه اسمها اف اي او 2 ده الفراكشن انسبايرد اوكسجين، يعني العيان بياخد اكسجين عن طريق ماسك او عن طريق لاين او عن طريق فنتليتور. النورمال بتاع الفراكشن انسبايرد اوكسجين اللي هو 21% بتاعنا بنقول ان هو بياخد 2 من 10. طيب لو خد 40 يبقى 4 من 10 الفراكشن، لو بياخد 60 يبقى 6 من 10، لو واخد 100% يبقى 1 من 10. واحد سوري واحد صحيح واحد النسبه بتاعت البيرسنت او الفراكشن البيرسنت للانسبايرد اوكسجين هيبقى 1 أو 100%. اعرفه ليه دون؟ لان انا اف اي 2 دون هيحدد لي بعد كده البريشر بتاع الاكسجين هيزيد، الساتوريشن
لو هي يعني قليله انا بزود الفراكشن انسبايرد اوكسجين عشان العيان يزيد معايا الساتوريشن وريدي في نفس الوقت المفروض البريشر بيزيد. الساتوريشن هتزيد لغايه ما نوصل للنورمال بتاعه، يعني غالبا هيبقى عنده هايبوكسيميا يعني عنده الاكسجين قليل قوي، فانا بالتالي بدي له اكسجين زياده غير النورمال اللي بياخده في الانسبايرد اير، بدي له 40 بدي له 30 بدي له 60 100 عشان احسن الساتوريشن، فالمفروض البريشر بيزيد قصاده. هنحتاج الاف اي او 2 داون في الميكانيكال فنتيليشن بنيجي نتكلم عليه. طيب الفي كيو ريشيو او فنتيليشن بالفيوجن ماتشنج، ببساطه ان انا عندي كميه هواء فيها اكسجين في الاتموسفيريك اير اللي انا باخده 21%، المفروض 21% دول بيدوني 95 ل 100 ملم مركري اوكسجين بريشر. طيب لو حصل ان العيان بياخد نفسه وبيطلع البريشر بتاع الاكسجين اقل من نورمال، اقل من 90 اللي هو يبقى العيان ده عنده هايبوكسيميا، فمعنى كده ان في في كيو ميس ماتشنج، ان في مفيش توافق بين الفنتليتد اير مع البرفيوجن اللي واصل للبلط بعد ما حصل له جاز اكسشينج في اللنج. فمعنى كده ان في مشكله في اللنج، مشكله في البرفيوجن، ونبدا ندور عليها. فده غالبا بيحصل في كل ريسبيراتوري ديزيز او بلمونري ديزيز، يحصل في كيو ميس ماتشنج لما الحاله تسوء شويه مش في الاول طبعا. يبقى الفي كيو ماتشنج المفروض كميه الاكسجين اللي داخله النورمال 2 من 10 او 21% اكسجين يطلع لي 95 ل 100 ملم مركري اكسجين بريشر، ويخلي الساتوريشن برضو فوق ال 90 او فوق البريشر، سوري البريشر قلنا من 80 ل 100 ملم مركري، او الساتوريشن من 95 ل 100% في البلد. فطبعا لو الارقام دي قلت بقت البي او 2 داون بقى اقل من 80 وعمال ينزل، معنى كده ان في ميس ماتشنج، او ساتوريشن قل عن 90 معنى كده في ميس ماتشنج، يعني في هنا مشكله ولازم ندور عليها عشان نبدا نحلها ونحسن الميس ماتشنج ده. في سكيل تانية بتبقى مكتوبه بعض التحاليل، يعني في حاجه اسمها النور كي بي اي كيلو باسكال، ده يعني ده فاليو تاني او دليل تاني بقيس بيه البريشر بتاع الاكسجين والكربون دايوكسيد، ممكن معامل بتكتبه فنعرف ايه الفرق بين المليمتر مركري والكيلو باسكال. ما اجي احول الكيلو باسكال للمليمتر مركري بنضرب في 7.5، لما نعمل العكس بنقسم على 7.5. فالنورمال بي او 2 بالكيلو باسكال 10.6 ل 13.3 كيلو باسكال، او السي او 2 4.6 الى 6 كيلو باسكال، عشان ابقى عارف ايه الفرق بين ده وبين ده وما بقاش خايف لو شفت الرقم ده او شفت الرقم قليل بالكيلو باسكال جدا عن المليمتر مركري واقدر احوله ازاي. تمام. الاسيد بيز بالانس، لما كنا بنتكلم شويه قلنا الهيدروجين ايون هيجي عن طريق الميه الموجوده في جسمنا ال H2O، هتتحد مع احنا قلنا البي اتش، احنا بنقيس الهيدروجين ايون بس بالنيجاتيف، فالبي اتش لما بتزيد الكالين بتقل اسيد. تمام، جت منين البي اتش او جت منين الهيدروجين؟ قلنا الميه بيتحد مع السي او 2 اللي خارج او الناتج الميتابوليزم بتاع كل التيشو، وادانا اتش 2 سي او 3. اتش 2 سي اللي هو بايكربونيك اسيد اتحلل بايكربونيت اللي هو اتش سي او 3 اللي هو النورمال بتاعه من 22 ل 26 ملي ايكويفالنت بالديسيليتر، وادانا هيدروجين ايون فري اللي احنا بنحدد منه البي اتش، فالبي اتش هنا بالنيجاتيف لو زادت بنسميه اسيدك، لو قلت بنسميه لو زادت الكالين اسيد، سوري لو زاد البي اتش معنى كده الهيدروجين قل، فمعنى كده ان ده الكالين، لو قل معنى كده ان ده اسيدك. تمام، نورمال 7.35 7.45، وقلنا لو وصل العيان ل 7.8 او اكتر او 8 كمان او قل لغايه 7.8 اعلى من 7.8 او لغايه 8 كمان،
و 6 و8 معنى كده انا خلاص ان ده سيلر فانكشن بتبدا تقف وبدا يبدا يوصل لي تو ديس، خلاص العين كده مفيش اي كوركشن هيحصل. تمام. لما بيزيد السي او 2 بتاعنا اوتوماتيك بيحصل اتنين ميكانيزم، في ريسبيراتوري بافر ريسبونس وفي رينال بافر ريسبونس. لما جينا عملنا المعادله وطلعنا السي او 2، السي او 2 عالي بيبدا المظله تبدا في الريسبيراتوري سنتر في المظله يزود الديب اوف بريس فيعمل ووشنج يطلع السي او 2 الزايد ده وذين 1 تو 3 مينيت. لو انا دخلت مكان سي او 2 لو انا نورمال دخلت مكان سي او 2 عالي بيبدا الريسبات سنتر تبدا تشغل الريسبات بافر او الميكانيزم الاولاني ان انا احسن بيه البلاد جاز بتاع العيان بسرعه. سي او 2 عمال يعلى يبدا يزود الديب اوف بريث ويعمل ووشنج للسي او 2، ده بيحصل لثلاث من دقيقه لثلاث دقائق. في اول ثلاث دقائق ما يحصل الايفنت ان انا دخلت في مكان او السي او 2 بتاعي عمال يزيد فنبدا يطلع ده عن طريق الريسبيراتوري اورك. طيب تاني حاجه بتحصل من اورز بعد خلاص انا ريسبيراتوري سنتر ريسبيراتوري بافر مش شغال، عنده مشكله في اللنج، العيان ده عنده سي او دي وبدا يخش في سيفير ستيج او عنده نمونيا او عنده ريسبيراتوري ماسل ويكنس لاي سبب فهو مش عارف يخرج السي او 2. طيب الجسم يعمل ايه؟ هيقعد ساكت؟ لا حضرتك مش هيقعد ساكت. السي او 2 هيروح فين؟ هيبدا يتحد مع الميه ويدينا بايكربونيك اسيد ومنه بايكربونيت، يبدا يقول للكلى الدم عمال يزيد في البايكربونيت معنى كده ان السي او 2 بيزيد، فهو عمال يطلع عايز يطلع الاتش سي او 3 ده العالي لان يعني ده الناتج من اتحاد الاكسجين ثاني اكسيد الكربون العالي مع الميه، يبدا يطلعه ما عرفش يطلعه من الريسبيراتو يبدا يطلعه من الرينال، تبدا الرينال تبدا تخرج ده. بس طبعا ده بيبدا بعد ساعه من فشل الرئه انها تطلع السي او 2، يبدا الرينال يطلع ويبدا يخرج كل اتش سي او 3 على قد ما يقدر. جميل قوي. طيب الليفل بقى لو زاد قوي خلاص بيبدا يخش البلاج جاز تبدا تبوظ خالص ومش الرينال بافر مش عارف يظبطها والريسبيراتوري فشل فيبدا يحصل ديس اوردر في الازيد بيز بالانس. ايه الديس اوردر دي؟ هنشوفها ان انا بحددها على حسب البي اتش اسيديك او الكالاين. البي اتش لو قليله اسيدوزس، لو عاليه تبقى الكالوز. طيب هسميها ريسبيراتوري ميتابوليك ليه او ازاي؟ عن طريق ان انا بشوف اول حاجه البي اتش، بي اتش قليله خلاص عرفنا ان ده قليله يبقى اسيدوز. طيب لو عندي الاتش سي او 3 نورمال والسي او 2 عالي، اتش سي او 3 ونورمال معنى كده الرينال اشتغل بس الريسبيراتوري مش شغال، فالسي او 2 عمال يزيد في الدم، الرينال عماله تطلع اللي بتقدر تطلعه ومخليه اتش سي او 3 بتاعها سليم، فده معنى كده ان المشكله هنا الريسبيراتوري ايه؟ اسيدوز. طيب يبقى عندي البي اتش قليل اسيدوزز، عالي الكالوزز، السي او 2 عالي معنى كده المشكله هنا الريسبيراتوري، في حين لازم يكون اتش سي او 3 اتش سي او 3 ونورمال. طيب لو البي اتش عالي اعلى من 7.45 يبقى ده الكالوزيس، في حين السي او 3 اتش سي او 3 نورمال بس السي او 2 قليل، فمعنى كده ان العيان ده الريسبيراتوري الكالوز، المشكله ريسبيريشن بس الكالوزيس لان عندي البي اتش قليل. طيب ميتابوليك هنعرفها ازاي؟ ان السي او 2 كويس بس الرينال هي المشكله ان مش قادره تخرج السي او 3 اتش سي او 3. هنقل الميتابوليك اسيدوزس، البي اتش اسيدوزس يعني البي اتش قليله، الكالوزس يعني البي اتش عاليه. في كلا الحالتين هنلاقي العيان السي او 2 نورمال، اتش سي او 3 عالي في كلا الحالتين. هنسميه الكالوزس لان البي اتش عالي، هنسميه اسيدوز لان البي اتش قليل. ده مختلف تماما عن الريسبيراتوري، الريسبيراتوري اسيدوزس السي او 2 عالي، الكالوز سي او 2 قليل. الميتابوليك اسيدوزس نورمال سي او 2 وعالي الاتش سي او 3. الكالوزس عالي سي او 3 اتش سي او 3 بس البي اتش عالي. جميل قوي. اهو الريسبيراتوري اسيدوزس 7 بوينت البي اتش قليل
اقل من 7.35 والسي او 2 زايد اكتر من 45 ملي متر مركري. طيب ده بيحصل في حالات ايه؟ في حين ان اتش سي او 3 نورمال، الرينال شغاله لكن الكدني رينال سوري الكدني شغاله او الرينال شغاله لكن الريسبيراتور هي الريسبيراتور سيستم هو اللي مش شغال. هتلاقي فيه في الهيد انجريز لو العيان خد سيديشن او بعض الادويه بتاع الانستيزيا او الدبريشن بيعمل سي ان اس دبريشن. لو في امبيرد ريسبيراتور ماسل فانكشن، في هايبو فنتيليشن لاي سبب من الاسباب زي سبان كورد انجري، نيو ماسكال ديزيز، نيو ماسكال بلوكينج دراج، بالمونري ديس اوردر زي الاتريكتيز والنيمونيا والبالمونري اوديما، نيموثوركس، برونكال اوبستراكشن، الحاجات دي كلها بتعمل هايبو فنتيليشن، السي او 2 بيزيد عند العين جامد، ماسيف بالمونري امبوليز او هايبو فنتيليشن لاي سبب من الاسباب، ده كله هيعمل ريسبيراتوري اسيدوس، بي اتش قليل، السي او 2 عالي، الاتش سي او 3 نورمال. ريسبيراتوري الكالوزيس، البي اتش هنا هيبقى عالي اعلى من 7.45، السي او 2 قليل لكن في نفس الوقت قلنا الاتش سي او 3 هتلاقيه نورمال. تمام، بيحصل امتى ريسبيراتوري الكالوزيس دون؟ سايكولوجيكال ريسبونس زي الانكزايتي والفير، البين ممكن يعمل ريسبيراتوري الكالوزيس، الميتابوليك ديماند لما بتزيد ديورنج زي بعض الحاجات، الفيفر ميتابوليزم بتزيد قوي، سيبسيس لو عنده تسمم لاي سبب، عنده سيبسيس ده بيحصل ان الدم ان العيان بيبقى عنده انفكشن والانفكشن ده بيزيد قوي فبيبدا الانفكشن ده بيبدا يتحرك في الدم ويعمل تسمم في الدم بدرجات زي سيبتيسيميا وتوكسيميا و سيبتك شوك. ايه اللي بيزق دي حاجات بتزود الميتابوليك ديماند زي البريجننسي وسيروتوكسيكوزيس، ميديكيشن زي ريسبات ستيملانت، بعض السنترال نيرفس سيستم ليجن ممكن يحصل فيها ريسبات الكلوز. في معلومه مهمه جدا، ريسبات الكلوز بيحصل ببطء جدا ما بيحصلش بسرعه زي الاسيدوز، فعشان كده خطورته اعلى كتير جدا من ريسباتوري اسيدوز. طيب هو انا ايه علاقتي بالموضوع ده كفيزيكال ثيرابيست؟ حضرتك لو بصيت على الاسباب هتعرف ان في اسباب كتير جدا لها علاقه بالريسبيراتوري سيستم، فطبعا لو في مشكله في الريسبيراتوري سيستم اكيد العيان ده هيحصل له اسيدوز او الكلوزس ايا كان. نيجي للميتابوليك، الميتابوليك اسيدوز والكلوز، قلنا هنا ان ال سي او 2 نورمال ما فيهوش مشكله، لكن مشكلتي هنا في الاتش سي او 3 اسيدوزس، يعني البي اتش قليله تمام، والاتش سي او 3 اقل من 22 نسميه ميتابوليك اسيدوز. بيحصل فين؟ في الرينال فيلر ودايبيتيك كيتو اسيدوزيس، دايبيتيك طبعا ده عيان سكر، انيروبيك ميتابوليزم، ستارفيشن، سالسيت انتو توكسيكيشن، بيحصل تسمم بالسالسيت او رينال فيلر او دايبيتيك، الحاجات دي كلها تعمل ميتابوليك اسيدوز. طيب ميتابوليك الكالوزيس، البايكربونات عالي والبي اتش عالي عشان الكالوز، لكن سي او 2 قلنا نورمال. طيب بيحصل في بعض الحاجات لو العيان حصل له اكزيست بيز او لوس اوف اكزيست بيز، خد حاجات قلويه كتير زي انجستن اوف انتي اسيد اكزيست، او ان هو ياخد حاجات مضاده للحموضه بصوره عاليه، او يحصل اكسس يوز اوف بايكربونات باي سبب من اسباب انفيوجن او غيره، لو العيان خد انفيوجن بيكربونات ويحصل اكسس بيس فيحصل الميتابوليك الكالوز، او لوس اوف اسيد زي بيحصل امتى بالنسبه لنا، ممكن لو العيان عنده فوميتنج او انا عندي فوميتنج او عنده اسهال دايما بيلوس اوف اسيد بتاع الجاستريك كونتنت، فبالتالي العيان يبدا يحصل له ميتابوليك الكوز. طبعا ده بيحصل لو العيان يعني حاجه اكسجريتد، مش الفوميتنج البسيط اللي احنا بيحصل لنا، فده بيحصل في ميتابوليك الكالوز. طيب تمام، ايه الخطوات؟ انا شفت هنا اربع حاجات، ريسبيراتوري اسيدوزس، ريسبيراتوري الكالوزس، ميتابوليك اسيدوزس، ميتابوليك الكالوز. هنلاقي ريسبيراتوري اسيدوز ده هتلاقي فيه امراض كتير جدا، تشيست، نيمونيا، اي حاجه فيها هايبوفنتيليشن،
تمام. فانا دي اكتر حاجه او اكتر حاجه ممكن العيان هيتاثر بيها او هيبقى لها علاقه بشغل اللي هو الريسبيراتوري اسيدوز دي. الحاجات التانيه باخد بالي منها، لان الاوريدي هيبقى عنده مشكله في الميتابوليزم، وبالتالي عنده هتلاقي عنده اسباب تانيه تخلي الميتابوليزم بتاعته فيها اختلال، وانا لازم اقلل الانتنسيتي بتاع الاكسرسايز بتاعتي حتى لو عيان في الاي سي يو. حتى لو عيان في الاي سي يو ممكن يحصل له ده، وممكن يحصل له اوت في اي سي يو، بيحصل ده وبيحصل بصوره ممكن ما تكونش لها اعراض جامده، يعني ممكن العيان ما يكونش عنده عرض واضح قوي ده، لكن بيحصل للعيان اوت او ان اي سي يو. طيب الخطوات بتاع الارتيريال بلاك جاز ان انا اشوفها، اشوف ايه بالظبط؟ اول حاجه بشوف البي اتش، عاليه قلنا الكالاين، قليله اسيد، لو هي نورمال خلاص شكرا. بعد كده اشوف السي او 2، السي او 2 بتاعتي هل هي قليله؟ يبقى ده معنى كده ان العيان ده عنده ريسبيراتور عاليه او السي او 2 عالي او قليل، معنى كده العيان عنده بروبلم في ريسبيراتور، في حين ان الاتش سي او 3 يبقى نورمال. لو السي او 2 نورمال والمشكله عندي في الاتش سي او 3، يبقى العيان ده ما عندوش مشكله ريسبيراتوري، عنده مشكله ميتابوليك. جميل. اول اكزامبل ببساطه عندي اول حاجه ما هنشوفها البي اتش، العيان ده عنده في ميل بيشنت 45 اولد ايج ادميت تو اي سي يونت ويز سيفير اذما، اهو شست بروبلم، اتوقع ان هو ريسبيراتور على طول. انكريز اكسبيرينس شي هاز بين اكسبيرينسينج انكريزنج شورتنس اوف بريث سينس ادميشن 3 اورز اجو، هير بلاك جاز بتاعتها ببساطه البي اتش 7.22، يعني معنى كده ان 7.22 النورمال 7.35، يبقى كده قليل، يبقى اسيدك زي الفل اول حاجه شفناها. طيب اسيدك، نبص على اللي بعده، السي او 2 عالي، واو كده ريسبيراتوري وش، اتش سي او 3 نورمال زي الفل، يبقى ريسبيراتوري اسيدوز، اسيدك ريسبيراتوري، ريسبيراتوري اسيدوز. وانا اصلا عرفت من انه عنده ازماتيك زي الفل، ازماتيك يبقى ده غالبا ريسبيراتوري. طيب العيان ده دخل ادميتد تو اي سي يو ريكيرنت باول اوبستراكشن، باول اوبستراكشن يبقى عندي مشكله جي اي تي، غالبا انا هتوقع ان ده ميتابوليك، هي اكسبيرينت عنده فوميتنج، عنده حتى لو بيعمل فوميتنج حتى لو بياخد انتي ايميتيك اللي هو الادويه بتاعه الترجيع دي. فالبلاك جاز عندي 7 البي اتش 7.5، ده اعلى، ده عالي، يبقى الكلاين. طيب نشوف اللي بعده، انا اصلا متوقع ان هو ميتابوليك بس لازم انا ابص عليها، سي او 2 42 نورمال يا جماعه، 35 45 زي الفل، اتش سي او 3 33، ايه ده؟ ده عالي، يبقى ميتابوليك الكالوزيس. خلصت. طيب هل الجسم هيفضل على الارقام دي وخلاص؟ لا، هيعمل ايه؟ اللنج تشتغل على طول، سي او 2 عالي في الريسبيراتوري بروبلم، يبدا يطلع السي او 2 بان هو يزود الريسبيراتوري ايفورت بتاع العيان. طيب حصل ده، بيحصل نوع من انواع حاجه اسمها كومبنسيشن، يبدا البلاك جازز تبقى كومبنسيتد، يا اما كومبنسيتد كومبليتلي او بارشلي كومبنسيتد. ازاي؟ ان الكومبنسيشن دون هيتغير شويه في الفاليوز بتاع الريسبيراتوري في بتاع البلاك جازز، وهعرف ان هو بارشر او فولي كومبنسيت عن طريق الارقام اللي عندي. يعني ممكن يكون 7.4 وهتلاقي السي او 2 والاتش سي او 3 ممكن الاثنين عاليين او الاثنين واطيين، طب انا هعمل ايه في ساعتها؟ فهو ده الكومبنسيشن، ان بدا كومبنساتوري سيستم بتاعه البفر سيستم بتاع الريسبيراتوري والرينا اللي يشتغلوا، فيبدا يحصل كومبنسيشن، يا اما بارشل كومبنسيتد يا اما فولي كومبنسيتد. معنى كده ان حصل كومبنسيشن، يبقى الريسورس سيستم بدا يتحسن، بدا يشتغل، او الرينا سيستم بدا يشتغل. اهو هبص تلاقي الارقام اتغيرت. لو حصل كومبنسيشن او حصل البفر سيستم اشتغل كاملا، في حين ان لسه في مشكله عند العيان، في مشكله ريسبيراتوري، في مشكله ميتابوليك، العيان لسه بيرجع، والعيان لسه عنده نمونيا او عنده ازمه زي ما شفنا في العيانين التانيين، بس هنلاقي السي او 2 والاتش سي او 3 الاثنين عاليين،
طبعا هو الريسبيرتوري اسيدوز احنا قلنا سي او 2 بس هو اللي عالي، السي اتش سي او 3 نورمال. معنى كده ان الكومبنسيشن بدا يحصل فيه، يحصل البفر يشتغل، بفر سيستم يشتغل وبدا يغير الارقام دي. فلو لقينا السي او 2 عالي والاتش سي او 3 عالي، ان معنى كده ان البفر سيستم او الكومبنسيتور سيستم بدا يخرج نسب وبدا يشتغل على الابنورماليتي الموجوده، في حين البي اتش نورمال في كلا الاحيان. يعني البي اتش ولا هو اسيدوز ولا الكالوز، بس انا اعرفها عن طريق السي او 2 والاتش 2 عالي وهو اقل من 7.4. الارقام دي بتتحفظ كده. في نقطة مهمة في موضوع الأرقام، لو عندي values كتير جدا لحاجة أنا مش مطلوب مني نحفظها، إلا لو طلب منك كأستاذ مادة أو غيره وطلب منك الحاجات دي محفوظة، بس الـ international value غالبا أنا مش قادر أحفظ الأرقام دي كلها يا جماعة. أنا قادر أحفظها ليه؟ غالبا هحفظها من كتر التكرار، لو حاجات صغيرة زي دي كده من كتر التكرار هتلاقيني حفظتها. لكن لو أنا عندي أرقام كتير جدا زي مثلا الالكترولايت بتاع الجسم، سي بي سي بتاع حاجات كتير، فده مش مطلوب مني ان انا احفظ السكيلز دي كلها كامله، لان المفروض السكيلز دي انا باخدها، كانوا زمان يحفظوا وانا المفروض ان انا اخد السكيلز دي في ورق وانا ماشي بعمل اسسمنت، مش بص على السكيل اللي معايا. تمام. فانا عرفت الريسبيرات اسيدوزس ازاي، ان انا الاثنين عاليين واسيدوزس ليه؟ لان البي اتش هنا نورمال في كل الحالات بس هو اقل من 7.4، الكالوز اعلى من 7.4. يعني هو هنا الالكالوز 7.4 ل 7.45، مش هيعدي 45، مش هيعدي 7.4، مش هيعدي 7.45 لانه نورمال، في حين ان الاثنين قليلين هنقول الكالوزس. طيب لو هو ميتابوليك هتلاقي الاثنين قليلين والبي اتش اقل من 7.4. جميل، عكس الاولانيه خالص. الاولانيه الاثنين عاليين، الاثنين انكريزد سي او 2 والاتش سي او 3 عاليين والنورمال البي اتش اقل من 7.4. لو هم قليلين يبقى ميتابوليك اسيدوز، لو هم عاليين والبي اتش اعلى من 7.4 يبقى ميتابوليك الكالوزيس. جميل قوي. بارشال كومبنسيتد هتلاقي الارقام هنا واضحه شويه، البي اتش قليله اسيدوزس في الاثنين، لو هم في حين الاثنين عاليين ده ريسبيرتوري اسيدوز، الاثنين قليلين ده ميتابوليك اسيدوزس. طيب لو هو البي اتش عالي والاثنين قليلين ده ريسبيرتوري الكالوزس، لو البي اتش عالي والاثنين عاليين ميتابوليك الكالوزس. حصل ده ازاي؟ كومبنسيشن ده حصل بالبفر سيستم الريسبيراتوري عن طريق ان اللنج شغال عم يطلع سي او 2 والرينال عم يطلع اتش سي او 3 على حسب كفاءته. بقى هو في مشكله عندي هنا ميتابوليك او عندي مشكله ريسبيراتوري، بيشتغل عليه لغايه ما يوصل للارقام دي. طيب العيان ده داخل رينال داليسيس موجود في وحده غسيل الكلى، وعملنا له بلاك جازز، فبصينا عليه لقينا البي اتش 7.32، دي كده قليله، يعني كده العيان ده ايه؟ اول ما نشوف 32 وهي المفروض تبقى 35 يبقى قليل يبقى اسيدك. جميل. البي اي سي او 2 البريشر بتاع الكربون اوكسيد هنا قليل. طيب سي او 3 اتش سي او 3 18 قليل. طيب معنى كده ان الارقام هنا كله قليل، ما ينفعش ان هو يبقى من غير كومبنسيشن. فبص على الجداول بتاع الكومبنسيشن هتلاقي العيان ده على طول بارشال كومبنسيتد ميتابوليك اسيدوزس، بارشال كومبنسيتد ميتابوليك اسيدوزس. تمام. العيان اللي بعده 7.35 ده نورمال. جميل. وهنا سي او 2 48 عالي وسي او اتش سي او 3 عالي. العيان هنا نورمال بس اقل من 7.4، والسي او 2 عالي والاتش سي او 3 عالي. العيان هنا هيبقى نورمال، البي اتش بتاعته نورمال بس الاثنين عاليين، يبقى ريسبيراتوري اسيدوز، فولي كومبنسيتد ريسبيراتوري
اسيدوز. ده باختصار الكومبنسيشن والبافر سيستم والبلاك جازز نعرف فيها ايه. طبعا انا بعمل فولو اب للعيان بتاعي عن طريق الاكسن ساتوريشن والاكسن بريشن. سي او 2 بيتغير، بيتغير جدا طبعا. طيب اخر حاجه ناخد معلومه صغيره جدا عن الفينوس بلاك جاز. طب هو في فينوس بلاك؟ في فينوس بلاك جاز بناخده من الفين عادي جدا من الكانولا، بيقول لي ايفالويت الاكسجين كاربون اكسايد اند جاز اكسشين ان فينز. يعني انا عندي دلوقتي السيركيليشن بتطلع من الرايت فينتريكل عن طريق البلمونري وتروح لللنج ويحصل جاز تشينج وترجع تاني للليفت سايد ويطلع البلاد في من الليفت فينتريكل للاورطة للسيستميك سيركيليشن. طيب انا لو عندي الفين الـ راح لللنج وبدا يحصل جاز تشينج، بس الفين ستيل بعد الميتابوليك بتاعه بعد ما حصل برفيوجن وراح البلاد الارتير بلاد للجسم كله، الفين نسبه الاكسجين فيه عاليه، فمعنى كده ان الاكسجين ده لم يستخدم من التيشو، معنى كده ان في مشكله عندي ميتابوليك او عندي ريسبيراتوري فانكشن فيها بروبلم. مهم جدا بنشوفها في الميتابوليك بروبلم، بيظهر كتير جدا في الازمه والسي او بي دي، بنشوف الفينوس بلاج. اي نعم هي مش انديكيتور قوي، بس بيظهر الايفالويشن بتاعتي تظهر لبعض الحاجات البسيطه. النورمال فاليو الاكسجين ساتوريشن في الفين 75% من 60 ل 75 تقريبا او 80 كمان. البريشر بتاع الاكسجين جوه في الفين الديزولفد اكسجين الموجوده في الفين من 30 ل 50، ديزولفد كربون اكسيد بريشر من 40 ل 52. البي اتش بتاع البلد الفينوس بلد 7.31 7.41، الكربودكسايد البايكربونات سوري HCO3 22-27 ميلي جرام للديسيليتر. بيظهر الحاجات دي ممكن تعلى في حاجات بتزيد في اوقات، ولو زادت ده انديكيتور للميتابوليك او ريسبيراتوري بروبلم، بس كانديكيتور مش قوي قوي اثناء الاسسمنت، بس بيتاخد في الاعتبار ان في فينوس بلاك جازز، بيتاخد في الاعتبار اثناء اي اسسمنت ريسبيراتوري. طبعا مش لينا، ما تبقاش ريت لينا قوي، بتبقى ريليتد للستاف اكتر اللي هو الطبيب الرعايه طبيب القلب، بس يعني لازم نبقى عارف المعلومه دي ان في فينوس بلاك جاز النورمال فاليو بتاعتها كام. الاكسجين ساتوريشن ده اكتر انديكيتور او اكتر حاجه ممكن تتاثر ببعض الحاجات بتزيد في الانستيزيا. لو باخد الاف اي او 2 اللي هو الاكسجين العام بياخده عن طريق بياخده زياده عن النورمال، لو خد زياده قوي او عنده هايبوثيرميا درجه حرارته قليله، ليفت رايت شانت نيوروماسكولار بلوك، بعض الادويه اللي بياخدوها في الانستيزيا بتنيم بتعمل نيوروماسكولار بلوكينج او بتعمل ريلاكسيشن المسل، او سيبسيس او فاز ريليتيشن، ده كله بيعمل بيزود الفي او الاكسجين ساتوريشن بتاع الفي. ايه الحاجات اللي بتقلله زي الانيميا والانزايتي والبليدنج كارديولوجيك شوك كونجستيف هارت فيلر فيفر هايبرثيرميا وهايبوفوليميا وانادكويت اف اي او 2. دي كان باختصار البلاك جازز. اتكلمنا على الكومبوننت بتاعتها وخدنا شويه ترمينولوجي هيفيدونا بعد كده في السيشن القادمه ان شاء الله. عرفنا يعني ايه بي اتش، يعني ايه اسيدك اسيدوزيس، يعني ايه الكالوزيس، وريسبيراتوري وميتابوليك اسيدوز والكالوزيس. وبعد كده الجزء اللي بعده في حاجه اسمها كومبنسيشن، اما فولي او بارشال كومبنسيت، بيتغير فيه البي اتش، تتغير مع تغير السي او 2 والاتش سي او 3، وده عن طريق البافر سيستم او الميكانيزمات اللي موجوده في جسمنا عشان تظبط السي او 2 والاتش سي او 3 دون عن طريق الريسبيراتوري او الرينال. وقلنا الريسبيراتوري اسيدوزيس بتظهر في حالات ايه، والكالوز بتظهر في حالات ايه، وميتابوليك اسيدوز بتظهر في حالات ايه، وميتابوليك الكالوز بتظهر في حالات ايه. الاهم نقطه عندي الريسبيراتوري اسيدوز دي اكتر حاجه ريليتد لينا، فهتلاقيها في عين كتير جدا بتوع تشيست بروبلم، نيمونيا وتشيست انفكشن و COPD، عندي كله غالبا هتلاقيه بيعاني من respiratory acidosis. الالكالوزيس دايما بيحصل ببطء جدا للمريض، فبالتالي بيحصل له correction او العيان بيتحسن بصعوبة جدا،
تمام. محتاج ان انا اعرف الاكسجين ساتوريشن، قلنا النورمال من 95 ل 100 او فوق 90، من 92 او هتلاقي في فاليوز كتير المهم من اكتر من 90% ل 100%. الاكسجين ساتوريشن ما بيتغيرش اكتر من، ما يزيدش عن 100، لان ده العلاقه بين الاكسجين والهيموجلوبين. كل مولكيول هيموجلوبين عليه 4 اكسجين بيحملهم لغايه ما يوصل للتيشو عشان تقدر تاخد الاكسجين اللي عايزاه. لكن البريشر ده نسبه الاكسجين اللي ديسولفد في البلازما او الكربون اكسيد ديسولفد في البلازما. البريشر بتاعه بيبقى حوالي من 80 لغايه 100 ملي متر مركري. بيزيد البريشر كلما زاد كميه الاكسجين اللي او نسبه الاكسجين العام بياخدها عن طريق الماسكات او الفنتليتور، لان العام بياخد ماسك اكسجين بياخد فيه اكتر من اتموسفيريك اير اللي هو 21%، لا بياخد 30 و40 و50 و60 لغايه 100%. فمعنى كده ان البريشر بيزيد معانا لغايه نوصل ممكن يوصل 400 ملي متر مركري بريشر للاكسجين. بيضطر الطبيب يحط اكسجين زياده عشان يحسن الفنتيليشن ويقلل احتماليه يعني استخدام اجهزه التنفس الصناعي. ناخد حاجات بسيطه زي اللي هي من بره خارجيه زي الماسكات او السيباب نون انفيزيف او باي باب زي ما احنا قلنا في السيشن اللي فاتت. واخر حاجه اتكلمنا فيها الفيناس بلاك جاز، قلنا الفاليو بتاعتها. مهم جدا نحفظ الارقام، مهم جدا اعرف الاساسيات ريسبيراتوري ميتابوليك واسيدوز والكالوزيس، واعرف جت البي اتش منين وجا الاتش سي او 3 منين والفرق بين البريشر بتاع الاكسجين والساتوريشن بتاع الاكسجين. اي هوب ان انتم تكونوا استفدتوا من السيشن دي، ولو في اسئله يبقى انا موجود في اي وقت ان شاء الله ارد عليه رد كافي. واتمنى نكون وصلنا معلومه او اتنين ليكم وتستفيدوا منها بإذن الله في الشغل بتاعكم. شكرا، سلام عليكم.